بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة في برنامج مسؤول على الهوى، اللي بيتقدم من خلال المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية. كل الشكر والتقدير لأعضاء فريق العمل اللي بيخلينا نقدر ان احنا نطلع ان شاء الله نحل مع حضراتكم ونبدأ نواكب كل الأحوال وكل التطورات الجديدة اللي بتحصل في مصلحة الضرائب المصرية. في بداية الأمر بحب أوجه الشكر والتقدير للسيدة الأستاذة رئيسة مصلحة الضرائب المصرية الدكتورة رشا عبد العال، وطبعا والسيد الأستاذ الدكتور سيد صقر نائب رئيس المصلحة، والشكر والتقدير لكل وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والعاملين في مصلحة الضرائب المصرية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم في موضوع من الموضوعات الهامة جدا، اللي هي الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وهي الموضوعات المرتبطة بالسلع والخدمات المعفاة. الحقيقة موضوعنا النهاردة هو بياخد شكلين رئيسيين وبياخد اهتمام كتير من المتابعين للوضع الضريبي. الاهتمام الأول بيتاخد في الحسبان باعتبارك حضرتك كمواطن مصري، والمواطن المصري وهو بيشتري السلع والخدمات بتاعته هو لازم يكون عارف ايه هي أنواع السلع والخدمات اللي هو بيشتريها، هل هي خاضعة للضريبة ولا هل هي معفاة من الضريبة. يبقى بالتالي لقاء اليوم النهاردة بنتكلم فيه من منطلق ان احنا كمواطنين عايزين نتعرف على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. على الناحية التانية اللي هي بالنسبة لحضرتك، لو حضرتك بتمارس نشاط في وطلب منك انك انت تبتدي تشتغل في الضريبة على القيمة المضافة، تسجل وتقدم الاقرارات الضريبية الخاصة بها، هل هيفرق معاك انك انت بتشتغل في سلع خدمات معفاة، ام الموضوع عادي جدا ان المفروض ان كل الناس تسجل في الضريبة على القيمة المضافة؟ طيب خلينا في البداية خالص نبدأ نتفق ان التعامل في الضريبة على القيمة المضافة بيعتمد على انت بتشتغل في انهي سلعة. ما بنعتمدش في تسجيلنا او خضوعك كمستثمر للضريبة على القيمة المضافة على شكلك القانوني، سواء كنت فردي او شركة اشخاص او شركة اموال، مش ده المعيار عندي، ولا بيعتمد المعيار عندي على ان حضرتك بتشتغل في السوق المحلي او بتشتغل في عملية الاستيراد والتصدير في المقام الاول، ولا بيعتمد على ان حضرتك حجم الاعمال بتاعك كبير او حجم الاعمال بتاعك صغير. لا، هو في المقام الاول هو بيعتمد على ايه هي السلعة والخدمة اللي حضرتك بتبيعها. تمام كده؟ فبالتالي ممكن تبقى السلعة والخدمة اللي حضرتك بتبيعها دي خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي انت هتكون كده مطالب بالتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وهتكون مطالب بإحكام القوانين الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة. او ان ممكن تبقى انت بتشتغل في سلعة وخدمة هي اوريدي معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فبالتالي انت كده مش هتطالب بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، ومش هتطالب بإحكام الضريبة بتاعتنا. يبقى بالتالي المعيار والفيصل الرئيسي عندي في او في تطبيقنا للضريبة على القيمة المضافة ايه هي طبيعة السلع والخدمات. وعشان خاطر كده تلاقي مثلا شركات كتير رقم الاعمال بتاعها بيتجاوز الملايين، وفي نفس الوقت ممكن ما تكونش اصلا مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة. طب ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان هي بتشتغل فقط في سلعة او خدمة معفاة، وتلاقي مثلا شركة يدوب ان هي اول ما تفتح النشاط بتاعها تلاقي ان هي طلبت منها ان هي تسجل في الضريبة على القيمة المضافة، على الرغم ان ممكن يكون رقم الاعمال بتاعها ما يكونش لسه بلغ 1 جنيه.
وتلاقي في شركة تانية بنيجي نقول لها لا انت مش هتسجلي في الضريبة على القيمة المضافة الا لو انت تجاوزت او تجاوز المبيعات بتاعتك 500000 جنيه خلال 12 شهر اللي فاتوا. طب وبالتالي هنا المعايير بتاعتي ايه؟ هي الاساس اللي انا ببني عليه الفكره، الاساس اللي انا ببني عليه الفكره هي السلعه اللي حضرتك بتشتغل فيها. هي ايه السلعه اللي حضرتك بتشتغل فيها؟ هل بتشتغل في سلعه خاضعه ولا هل بتشتغل في سلعه معفاه؟ تمام كده؟ طيب لو حضرتك بتشتغل في سلعه او خدمه معفاه فخلاص كده يا جماعه انت خلاص لازم التعامل بتاعك هيبقى من غير ضريبه قيمه مضافه. حتى لو انت بتطلع فواتير الكترونيه هتشتغل في سلعه وخدمه معفاه، يبقى من غير قيمه مضافه. حتى لو حضرتك هتبتدي تسجل في الضرائب بشكل او باخر، تبقى السلعه دي لما اجي ابيعها ان هي تبقى من غير ضريبه قيمه مضافه. طيب يبقى بالتالي انا لما اتعامل لدراسه عمليه وميدانيه لقانون 67 لسنه 2016 وقانون 3 الخاصه بتعديلات الضريبه على القيمه المضافه، يبقى لازم اتعرف على السلع والخدمات المعفاه. ليه؟ لان السلع والخدمات المعفاه دي انا كمستثمر لما هاجي انتجها وهاجي ابيعها تمام، يبقى بالتالي هي لازم الفاتورة اللي حضرتك بتصدرها تبقى من غير ضريبة القيمة المضافة. يبقى أهمية لقاء النهاردة هو بياخد محورين، بعيد الكلام تاني. المحور الأول بالنسبة للمواطن وهو رايح يشتري سلعة أو خدمة معينة، بيبقى فيه الرسيد، السلع والخدمات دي كلها او الفاتوره اللي بياخدها دي بيبقى فيه ضريبه قيمه مضافه. لازم يتعرف بقى على ايه هي السلع والخدمات المعفاه اللي انا لما اجي اشتريها يبقى التاجر اللي هو بيبيع لي او المتجر اللي انا بشتري منه مفروض ان هو ما يحملنيش بضريبه على القيمه المضافه. وفي نفس الوقت لازم انا اكون عارف ومتاكد ان انا كمستثمر على الناحيه الثانية لما اجي اشتغل في السلعة دي هل هي خاضعة ولا هل هي معفاة. الحقيقة لما ابتدينا في دراسة قانون الضريبة على القيمة المضافة في سنة اللي هو تم اصداره سنة 2016، كنا حريصين جدا ان احنا نحط احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، وان الحد الادنى من السلع والخدمات اللي هو بيستخدمها المواطن ان احنا نصنفها له على شيء ونحطها له في قائمه السلع والخدمات الايه؟ المعفاه. احنا ان شاء الله النهارده باذن الله تعالى هنبتدي ناخد الموضوع ونبدا نحصر السلع والخدمات دي بنوع من الدردشه، بحيث ان انا كمواطن اكون عارف ايه هو لما بروح اشتريه يكون مع فيه، وفي نفس الوقت انا كمستثمر لما اجي اصدر فاتوره وفي سلعه او خدمه معفيه من الضريبه هيبقى الموقف بتاعي ايه. طيب انا ان شاء الله هقسم السلع والخدمات المعفاه الى مجموعات، مجموعة زي الأطعمة والمشروبات، إيه هي المعفي منها؟ إيه هو المعفي في عملية النقل؟ تمام كده؟ إيه هو المعفي في عملية الثقافة؟ إيه هو المعفي في عملية الصحة؟ إيه هو المعفي في المجال الطبي؟ إيه هو المعفي في مجال المنتجات الطبيعية أو المنتجات اللي مستخرجة من الأرض؟ هنصنفها كده بشكل بإذن الله تعالى يخلينا من السهولة جدا نتعرف إيه الحاجات المعفية في الضريبة على القيمة المضافة. مبدئيا كده خلينا نتفق ان المعفي في الضريبة على القيمة المضافة اول ما صدرناه في قانون 67 لسنة 2016 هو كان في حدود 57 مجموعة من السلع والخدمات المعفاة. لما بدأنا نعمل تعديلات للضريبة على القيمة المضافة زودنا الاعفاءات دي بشكل اكبر، فبالتالي انا لما هاجي اقول الاعفاء بتاعي دلوقتي للسلع والخدمات هقولها من منظور قانون 67 وكمان من منظور قانون 3، احاول ادمج لكم المعفي هنا والمعفي هنا من الضريبه
على القيمة المضافة. نبتدي بأول نوع من أنواع الإعفاءات عندي، اللي هي المجموعة الأولى، اللي هي مجموعة الأطعمة والمشروبات. المجموعة الأطعمة والمشروبات دي حضراتكم هي مجموعة يعني بتتجاوز 18 مجموعة من الأطعمة والمشروبات، كلها مرتبطة بالتعامل المواطن نفسه، مش كده كمان، ده كمان التعامل المواطن وأغراض أخرى تم إعفائها في الجزئية بتاعت الأطعمة والمشروبات. فنبدأ نمسك مثلا أول حاجة معفية من الضريبة على القيمة المضافة. يعني يا جماعة معفية؟ يعني أنا كمواطن لما بروح أشتري السلعة دي مفروض ما يكونش عليها 14%. ليه؟ لأن هي بحكم القانون معفي. طيب نبدأ نمسك أول حاجة اللي هي ألبان الأطفال، دي معفية، ومنتجات وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره يا جماعة الطبيعية. وده معناه يا جماعة ألبان الأطفال دي كلها معفية، سواء كان اللبن ده في شكل لبن سائل أو لبن مجفف أو لبن بودر، ده معفي تمام كده. في نفس الوقت منتجات صناعة الألبان معفية، اللي هو اللبن السايب ده حضراتكم معفي من الضريبة، كمان الجبن برضو حضراتكم معفية من ضريبة القيمة المضافة. بنفس الفكرة، اللي هي أي حاجة متصنعة من اللبن ده بيعتبر بالنسبة لي معفي من الضريبة على القيمة المضافة. خدوا بالكم هنا بقى يا جماعة، أنا مش هقول منتجات مشهورة في السوق المصري تمام، لكن هقول حضراتكم طبيعه البرودكت نفسه او طبيعه المنتج نفسه او طبيعه الخدمه نفسها. وحضرتك اكيد طبعا لما بتيجي تنزل بتشتري تبقى عارف المنتج ده شركه ايه اللي بتنتجه. في كافه الاحوال اي حاجه متصنعه من اللبن تمام كده، واللبن ده اللي هو اللبن الطبيعي بتاعه، بيكون معفي من الضريبه على القيمه المضافه. العنصر الثاني من الامور المعفيه من الضريبه على القيمه المضافه، وهي عباره عن محضرات اغذيه الاطفال. يبقى اي حاجه مرتبطه باغذيه الاطفال، محضرات خاصه بها، دي بتعتبر معفيه من الضريبه على القيمه المضافه. وزي ما حضراتكم عارفين ان في منتجات في السوق المصري اللي هي المنتجات المرتبطه بصناعه القمح او المنتجات المرتبطه لتغذية الأطفال الصغيرين، دي بيتم إعفائها. فبالتالي أنت حضرتك لما بتروح تشتريها بيبقى مش عليها 14%. النقطة الثالثة من الإعفاءات، لأن هي مجموعة طبعا كبيرة، احنا بنتكلم في أكتر من 60 صنف هيتم ذكره دلوقتي، فخلوني أسرع شوية في الوتيرة بتاعة الإعفاءات. الجزئية الخاصة بالبيض، البيض ده معفي من الضريبة على القيمة المضافة، لكن في نوع معين من البيض هو الخاضع، اللي هو بيطلق عليه البيض الأجمع المبستر، هو ده الخاضع اللي هو بياخد شكل الباودر، اللي هو بيتم فصل البياض والصفار، وبعد كده بيتم عملية التشغيل عليه علشان بيتم استخدامه في صناعات أخرى من ضمنها المايونيز مثلا والحاجات دي كلها. فبالتالي كل أنواع البيض عندي معفي عدا البيض يا جماعه المبستر، خاضع للضريبه على القيمه المضافه. نفس الاعفاءات المرتبطه بالاطعمه والمشروبات، اللي هي الامور الشاي والسكر والبن، ده برضو معفي من الضريبه على القيمه المضافه. كل انواع الشاي معفي من الضريبه على القيمه المضافه، ونفس الكلام السكر معفي من الضريبه على القيمه المضافه، ونفس الكلام البن معفي من الضريبه على القيمه المضافه. لكن احنا بنتكلم هنا في الحاجات في شكلها الخام، في شكلها البيور، اللي مش بيتم عليها دمجها في صنف تاني علشان يطلع مثلا باسم برودكت 3 ان 1 او 2 ان 1 او 5 ان 1 او اللاتيهات او الحاجات دي كلها. احنا بنتكلم على البن تمام كده، وبنتكلم على الشاي اللي هو الشاي سواء الشاي الاخضر او الشاي الناعم او الشاي الخشن، فده بيعتبر معفي من الضريبه على القيمه المضافه. برضو بنتكلم على كل انواع الخبز، معفي من الضريبه على القيمه المضافه تمام كده. برضو هنا يعني ايه كل انواع الخبز؟ يعني الخبز المدعم والخبز السياحي وكل انواع
الخبز اللي هو الخبز الابيض، الخبز الفينو، الخبز الشامي، الخبز الطاس، كل انواع الخبز ده بيتم معفي من الضريبه على القيمة المضافة. عندي برضو يا جماعة من الحاجات المعفية من الضريبة على القيمة المضافة اللي هي المكرونة، دي برضو معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، لكن في نوع من المكرونة هو بس الخاضع اللي هو المكرونة المصنعة من السيمولينا، دي بس يا فندم هي دي اللي خاضعة. أما كل أنواع المكرونات الأخرى دي معفية، لكن المكرونة المصنعة من السيمولينا معفية. يعني أنت حضرتك بقى بقرارك أنت كمواطن، أنت بتروح تشتري مكرونة، بتبدأ تشوف الديسكريبشن بتاع صناعة المنتج. في مكرونه متصنعه من القمح عادي جدا، في مكرونه متصنعه من السيمولينا، هتلاقي المكرونه المصنعه من القمح دي خاضعه معفيه من الضريبه، اما المكرونه المصنعه من السيمولينا فهي خاضعه للضريبه على القيمه المضافه. ننتقل لصنف تاني اللي هي الحيوانات والطيور الحيه او المذبوحه او الطازجه او المبرده او المجمد. هنا بنتكلم بقى على الحيوانات والطيور الحيه اللي احنا كمصريين بناكلها، اللي هو زي الدواجن، زي الدجاج مثلا، وزي البط، وزي الارانب، وزي الحمام، وزي ده، كل ده معفي باشكاله الحيه او المذبوحه الطازجة أو المذبوحة المجمدة أو المذبوحة المبردة. خلينا هنا نتكلم يا جماعة إن أنت حضرتك بتروح تشتريها من السوبر ماركت أو بتروح تشتريها من المكان اللي بيبيع منه الحاجات دي بأشكالها اللي أنا اتفقت معاكم عليه. وهنا في مصر القانون ما اتكلمش على المأكولة، هنتكلم على الحيوان، يعني ما اتكلمش على الطيور المطبوخة، بيتكلم على المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة. إن ممكن حد يكون موجود معايا دلوقتي يقول لي طب ما احنا بنروح مثلا مكان اكس مثلا وبنطلب مثلا فراخ مثلا بشكل معين، ستريبس مثلا ولا اي نوع من انواع الاكل مثلا، ويبدا يقول لي ده عليه ضريبه قيمه مضافه. هنا بقى في الحاله زي كده لازم اخلي بالك او لازم تفرق معايا ما بين مفهومين. المفهوم الاول انت بتروح تشتريها حيه، بتشتريها مذبوحه، بتشتريها طازجه، ده واخد شكل، وانك انت بتروح تاخدها في شكل ماكوله. وهنا مش كل الماكولات اللي حضرتك بتجيبها، في اشتراطات معينه هتكلم مع حضرتك فيها بعد شوية. طب لما نيجي نتكلم على الصنف اللي بعد كده اللي هي بنتكلم على ايه يا جماعة؟ بنتكلم على اللحوم. يعني خلاص الحيوانات والطيور معفية، طب واللحوم بقى؟ برضو معفية، برضو بشكلها المصنعة او المجهزة او المحفوظة برضو يا جماعة. يعني ايه؟ بنتكلم على اللحمة الحمراء، بنتكلم على اللانشون، بنتكلم على السوسيس، بنتكلم على كل اصناف اللحوم. بس برضو احنا بنتكلم على ايه يا جماعة؟ بنتكلم في شكلها، ان حضرتك بتروح تشتريها من السوبر ماركت او حضرتك بتروح تشتريها من متجر معين، لكن مش انك انت بتروح تجيبها من مطعم. بنتكلم برضو في الاسماك والكائنات الحيه الطازجه او المبرده او المجمده بنفس المنطق. يبقى احنا كده الطيور واللحوم والاسماك تم اعفائهم منين يا جماعه؟ تم اعفائهم من الضريبه على القيمه المضافه. بنتكلم برضو يا جماعه في الاسماك بس في شكلها بقى المحفوظ او المصنع، تمام كده؟ ده برضو معفي بما فيه الرنجة، برضو معفيه من ضريبه القيمه المضافه. عاده صنف واحد بس من الاسماك هو بس، يعني من محضرات الاسماك اللي هو بنسميه الكافيار، هو ده بس يا جماعه اللي خاضع في الضريبه على القيمه المضافه. مش كده وبس، ده كمان المنتجات الزراعيه تم اعفائها من الضريبه على القيمه المضافه، يعني بما فيها البذور والتقاوي والامور دي كلها، دي تم اعفائها من الضريبه على القيمه المضافه. عافينا بند كمان مهم جدا للمصريين اللي هو الحلاوه الطحينيه والطحينه والعسل الاسود وعسل النحل. هنتكلم يا جماعه في الماكولات، ركز كده حضرتك هتلاقي ان كل الماكولات اللي معظم الماكولات او كل الماكولات اللي حضرتك بتاكلها في البيت تم اعفائها. مش كده وبس،
ده الخضر والفواكه المصنعة محليا تم إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة تم إعفائها. وكان في حتة هنا كانت عاملة إزعاج للناس، اللي هي النولون الخاص بالحاجات دي كلها كان بيحمل عليه ضريبة. في تعديلات القانون 3 تم إعفائه من الضريبة على القيمة المضافة. يبقى خد بال حضرتك، أنت كده بنقول لك انت لو حضرتك جبت الاصناف دي وانت اكلتها في البيت عندك كده، ان انت معفي من الضريبه على القيمه المضافه. يعني مفروض ان التاجر او مفروض ان السوبر ماركت ما يحطش عليك 14% من الضريبه على القيمه المضافه، تمام كده؟ طب لو حضرتك رحت بقى حضرتك يا فندم مطعم، لو في الحال اللي حضرتك رحت مطعم في الحال اللي زي كده، تمام كده، المطعم بتاعي هنا لازم نقول ان المطعم ده زي ما بيقولوا كده دي اشتراطات معينة علشان خاطر حضرتك ان احنا نخضعه للضريبة على القيمة المضافة. ازاي؟ لازم المطعم ده يكون مثلا مطعم موجود في منطقة في مول سياحي مثلا، او موجود في المطار مثلا، او موجود في كومباوند مثلا، ده لازم يحط 14%. او ان المطعم ده مثلا ذات فروع، عنده فروع كتير، ده حطينا شرط ان لو عندك فروع كتير يبقى اي مأكولة حضرتك بتبيعها عليها ضريبة قيمة مضافة. او ان المطعم بتاعك ده بيحط مقابل خدمة اللي هو ال 12%، فيبقى بالتالي ده بيخضع برضه للضريبة على القيمة المضافة، او اي نوع من انواع مقابل الخدمة. او ان المطعم ده او اللي بيبيع المأكولة ده مثلا حضراتكم بيبيع معجنات، مثلا بيبيع بيتزا او بيبيع كرواسون او حاجات زي كده، فبالتالي هو هنا مفروض ان هو يخضع للضريبة، بس بيخضع للضريبة بسعر 5%. او ان المطعم ده بيبيع دليفري، تمام كده. يبقى في الحالات اللي زي كده هنا المأكولة تخضع للضريبة على القيمة المضافة، تمام كده. طب يبقى بنتكلم احنا في المأكولات والأطعمة والمشروبات في شكلها الطبيعي هي معفي، وفي شكلها المأكولة خاضعة، بس طبعا زي ما اتفقنا ان في اشتراطات معينة لعملية الخضوع المأكولات للضريبة على القيمة المضافة. طب المية خاضعة ولا معفية؟ لا، تنقية وتحلية وتوزيع المية معفي من الضريبة على القيمة المضافة، عدا المياه اللي يا جماعة المعبأة، اللي هي المياه المعبأة اللي هي المياه اللي موجودة في زجاجات، والزجاج ده محكم الغلط، ده هي بس الزجاجة دي هي اللي بتبدأ تغضب. حتى كمان في تعديلات قانون 3 تمام برضو عافينا مع الجزئية دي، الجزئية الخاصة بالصرف الصحي والجزئية الخاصة بتكلفة الصرف الصحي وتوصيل المياه والأمور دي كلها، كانت في الأول خاضعة لكن في قانون 3 تم إعفاء. ما نسيناش برضو يا جماعه الحيوانات والطيور، تمام كده، والاسماك عافينا المأكولات بتاعتهم. يعني لو انا راح اجيب اكل للطير او اجيب اكل للسمك، ده معفي من الضريبه على القيمه المضافه، تمام كده، اللي هي المحضرات العلفيه. وفي قانون 3 برضو زودنا على المحضرات العلفيه دي امور اخرى علشان نوسع دايره الاعفاء من الضريبه، تمام. لكن بس الجزئيه اللي خاضعه في اغذيه المحضره للحيوانات والطيور والاسماك، خضعنا بس اغذيه القطط والكلاب واسماك الزينه، هي دي بس اللي خضعناها للضريبه على القيمه المضافه. كده احنا خلصنا الشق الاول وهو الشق المرتبط ب الأطعمة والمشروبات. أكتر من 18 بند من الأطعمة والمشروبات معفي تماما من الضريبة على القيمة المضافة. تعال بقى ننتقل إلى جزئية تانية اللي هي الجزئية المرتبطة بالخدمات الصحية. الجزئية المرتبطة بالخدمات الصحية يعني فيها أمور مثلا أكتر من حوالي 10 بنود برضو تم إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة، سواء في قانون 67 أو في قانون 3
3 اللي هي الخاصه بسنه 22 والتعديلات الضريبه على القيمه المضافه. طب ايه هي الخدمات الصحيه المعفاه؟ بنتكلم على المقاعد ذات العجل، ذات عجل واجزاؤها وقطعها المنفصله، تمام، معفيه، واعضاء الجسم الصناعي معفيه، واجهزه تسجيل السمع للصم واجزائها برضو معفيه، والاجهزه التعويضيه كلها معفيه من الضريبه على القيمه المضافه، وحضانات الاطفال معفيه من الضريبه على القيمه المضافه. وجينا في قانون 3 رحنا مزودين كمان اكياس الدم وسائل تنظيم الاسره واللقاحات، ده تم اعفائه من الضريبه على القيمه المضافه. مش كده وبس، احنا كمان اتكلمنا ان الخدمات الصحيه كلها معفيه فيما عدا الخدمات الصحيه المرتبطه بالتجميل والتخسيس، هو ده بس لغير الاغراض الصحيه. يعني في بعض الافراد بيروحوا يكشفوا على عند طبيب، فالكشف عند الطبيب ده معفي من الضريبه، سواء حضرتك في عيادته الخاصه او في مستشفى او مركز طبي او مجمع طبي، فده معفي من ضريبه القيمه المضافه. امال امتى يبقى في ضريبه؟ يبقى ضريبه لو حضرتك رايح تعمل عمليه تجميل وتخسيس، وبيشترط هنا ان عمليه التجميل والتخسيس ما تكونش الاغراض الصحيه، لا ده الاغراض تجميليه او اغراض اخرى خلاف الاغراض الصحيه. في الحال زي كده فقط من كل الخدمات الصحية ده بيعتبر معفي من ضريبة القيمة المضافة. مش كده وبس، خدمات تجهيز، مش كده وبس، الأدوية كمان معفية من الضريبة على القيمة المضافة، سواء الأدوية المحلية أو الأدوية المستوردة أو المواد الفعالة اللي داخلة في صناعة الدواء، تمام كده، سواء المباشرة أو الغير مباشرة برضو تم إعفائها باشتراطات معينة، واللي بيحدد الاشتراطات دي هيئة صناعة الدواء، هي اللي بيحدد إيه هي المدخلات بتاعتها المعفاة، سواء كان محلي أو إيه طبعا أو مستورد. برضه نسيت اقول لكم الاجهزه الناطقه للمكفوفين والاجهزه التي تعمل بطريقه برايل، دي معفيه من الضريبه على القيمه المضافه. لما جينا اتكلمنا في السيارات الخاصه بالمعاقين، اتكلمنا في السيارات الخاصه بالمعاقين، كانت الاول هي في قانون 67 تم اعفائها، وفي قانون 3 شلنا الاعفاء ده. طب ليه شلنا الاعفاء ده؟ شلنا الاعفاء ده لان اتعمل لذوي الاعاقه قانون لوحده، قانون 10، وتم اعفاء السيارات دي لذوي الاعاقه في القانون الخاص بتاعهم، فاحنا شلناهم من قانوننا علشان ما يبقاش في تكرار للاعفاء في اكتر من قانون، فشلناه من قانوننا لان هو تم ادراجه في قانون 3. عايز برضو أكد على حضراتكم إن خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى تم إعفائهم أيضا من الضريبة على القيمة المضافة. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا المجموعة الأولى اللي هي الخاصة بالأطعمة والمشروبات، وخلصنا المجموعة الثانية اللي هي مرتبطة بالخدمات الصحية، تمام كده. تعالى ننتقل إلى مجموعة ثالثة برضو من ضمن الإعفاءات في الضريبة على القيمة المضافة، وهي خدمات التعليم. مش كده؟ يعني إيه خدمات التعليم؟ يعني أولادنا لما بيجي يتعلموا، تمام، هل هم خاضعين للضريبة، تمام كده، ولا القيمة التعليمية بتاعتهم اللي هم بياخدوها معفية من الضريبة؟ تعالى نتكلم ونقول بشكل قاطع إن التعليم والتدريب والبحث العلمي معفي، مش كده؟ والخدمات التعليمية اللي بيقوم بها الأقسام والمدارس والجامعات والكليات اللي حتى بتدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، يعني سواء مناهج ناشونال أو مناهج حكومية أو مناهج انترناشونال، تمام كده، فهو كله معفي، سواء طبيعة المدرسة مدرسة حكومة أو مدرسة خاصة أو مدرسة دولية، فهي معفية من الضريبة على القيمة المضافة. ده مش كده وبس، ده كمان الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والمجلات معفي من الضريبة على القيمة المضافة. مش كده وبس، ده كمان ورق الصحف، ورق الطباعة والكتابة ومدخلات كمان زودناها في قانون 3 ومدخلات صناعة الورق تم إعفائها من الضريبة
ضريبه على القيمه المضافه. ليه؟ لان احنا بنقول ان التعليم بتاعنا مفروض، والصحه والاكل والشرب ما يبقاش مفروض عليهم ضريبه قيمه مضافه، باعتبار ان ده سلع او باعتبار دي حياه المواطن، وحياه المواطن المفروض ان هي ما نعليهاش بحمل ضريبي. يعني نيجي ننتقل الى المجموعه الرابعه، وهي المجموعه المرتبطه بوسائل النقل وخدمات النقل. يبقى اول حاجه كانت الاطعمه والمشروبات، تم اعفائها. بعد كده تم اعفاء جزء كبير من الاطعمه والمشروبات، وما اتكلمناش الا على حاجه واحده بس اللي هي الخاصه بالمأكولات باشتراطات معينه، واتكلمنا على خدمات الصحيه، واتفقنا ان الخدمات الصحيه كلها معفيه بما فيها كمان الادويه، تمام كده، والاجهزه اللي بنستخدمها لذوي الإعاقة معفية برضو كمان، مش كده وبس، ده كمان اتكلمنا على التعليم، ان التعليم بشكل قطعي معفي، والأقسام والمراكز والجامعات والكليات معفية. تعال بقى ننتقل إلى خدمات النقل. يعني أنا كمواطن بقى عايز أنتقل من مكان إلى مكان، طبعا زي ما حضرتك عارفين إن وسائل النقل بتاعنا بتنقسم إلى ثلاث أنواع من وسائل النقل. ممكن تنتقل بشكل بري، او تنتقل بشكل مائي، تمام كده، او حضرتك تنتقل بشكل جوي. خلينا نتفق ان النقل الجوي للاشخاص معفي من الضريبه على القيمه المضافه، وهكذا النقل المائي الداخلي، تمام كده، الغير السياحي معفي من الضريبة على القيمة المضافة. يبقى بالنسبة للمائي وبالنسبة للجو للمواطنين بيتم إعفائهم للضريبة على القيمة المضافة. هيفضل عندنا هي فكرة النقل البري، تمام كده. طب هل النقل البري ده خاضع للضريبة ولا معفي؟ تعال نتكلم بقى ان خدمات النقل البري للأشخاص، تمام كده، بما في ذلك اللي بيتم بواسطة سيارات الأجرة، تمام كده، ده كله معفي ما عدا حاجة واحدة بس اللي هي خدمات النقل يا جماعة السياحي، ده خاضع لضريبة القيمة المضافة، والنقل المكيف بين المحافظات، تمام كده، وتأجير السيارات الملاكي هو ده الخاضع. يعني انت حضرتك هتنتقل جوه محافظة القاهرة ده معفي، هتنتقل جوه محافظة اسكندرية معفي، هتنتقل من محافظة القاهرة لمحافظة اسكندرية ده كده معفي، تمام. امال لو انا ركبت مثلا مكيف هو ده بس الحاله الوحيده اللي هي خاضع. طب لو انا ركبت سياحي يبقى في الحاله دي برضو خاضع، تمام كده. طب لو انا ركبت سكه حديد في الحاله زي كده برضو خاضع للاجمع، خاضع للضريبه، مش كده؟ طيب ايه كمان قال لك؟ كمان بدانا نقول في بعض الاعفاءات لبعض الانشطه، وذلك لجذب الاستثمار في تلك المشاريع، زي بالظبط كده عافينا بعض انواع سفن عالي البحار، وده كان الهدف منها انك انت بتجذب المستثمر وبتشجع الصناعه المحليه، وحطينا انواع السفن المعفاه من ضريبه القيمه المضافه في جدول معين. وبرده من الحاجات برده اللي تم اعفائها، تمام كده، تشجيعا للاستثمار وجذب المستثمرين في مجال وسائل النقل، هي الطيارات المدنية، تم إعفائها بمحركاتها بأجزائها ومكوناتها وقطع الغيار الخاصة لعملية استخدامها، سواء كانت المعدات دي بشكل مستورد أو المعدات دي بشكل محلي، فتم إعفائها. وكان الهدف من الموضوع ده إعفاء النشاط ده هو جذب الاستثمار في مجال صناعة الطائرة. ولما صدر قانون 3 كمان عافينا تأجير الطيارات للنقل الداخلي، علشان خاطر ما يبقاش فيه عبء إضافي على تلك الصناعة الكبيرة، تمام كده. طيب تعال ننتقل إلى مجموعة 5، وهي مجموعة الخدمات الثقافية، تمام كده. يبقى كده نرجع كده مع بعض الأفكار اللي احنا قلناها، إن الأطعمة والمشروبات تم إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة، تم كمان إعفاء الخدمات الصحية، كتير من الخدمات الصحية معفية بما فيهم الدواء تم إعفائه، مش كده وبس، عافينا كمان خدمات المرتبطة بالنقل ووسائل النقل الخاصة بالمواطنين، برضو اتكلمنا في النقل المائي والنقل البري، واتكلمنا في النقل كمان الجوي.
تعالى نشوف خامسا من المجموعات المهمة جدا، وهي الخدمات اللي يا جماعة الخدمات الثقافية. يعني ايه خدمات ثقافية؟ ما احنا في نفس الوقت اللي احنا عايزين يبقى فيه اكل وشرب للمواطنين، وان احنا نعلم المواطنين، وان احنا نعالج المواطنين، وان احنا يبقى فيه تكوين ثقافي او يبقى فيه نقل للمواطنين، عايزين برضه يبقى فيه تكوين ثقافي. فعلشان ننشر فكرة التكوين الثقافي، فبالتالي كان من المفترض ان الخدمات او الخدمات اللي تم طرحها كخدمات ثقافيه لازم تحمل او لازم تنتشر بدون ايه؟ بدون ضريبه قيمه مضافه. فمن ضمن الخدمات الثقافيه اللي تم اعفائها من الضريبه على القيمه المضافه هي الخدمات التي تؤدي لانشاء وصيانه دور العباده، والخدمات التي تؤدي داخل دور العباده، الخدمات المجانيه اللي بيتم بثها من خلال الإذاعة والتلفزيون، الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة والتابعة للمراكز التعليمية والمراكز البحثية والثقافية عموما معفية من الضريبة، من ضريبة القيمة المضافة، الفنون التشكيلية كلها وأعمال التأليف والنشر الأدبي والنشر الفني بأنواعه كله معفي، حتى كمان خدمات وكالات الأنباء تم إعفاءها. وكان الهدف من إعفاء تلك الخدمات هو زيادة الوعي الثقافي، لان طبعا مش عايزين نفرض ضريبه على تلك الخدمات المؤداه عن تلك الايه؟ عن تلك الاعمال. خلينا ننتقل الى مجموعه ثانيه، وهي المجموعه السادسه، وهي سلع مختلفه بيتم استخراجها من باطن الارض، تم برضو اعفائها من الضريبه على القيمه المضافه، زي البترول الخام، ده معفي من الضريبه على القيمه المضافه، ان اي بير ان انا اي بير بيتم استخراج البترول منه ده مش بيبقى عليه ضريبه، حتى تداوله بيعه مش بيبقى عليه ضريبه قيمه مضافه. الغاز البيوتين اللي هو الغاز البوتاجاز والغاز الطبيعي اللي بتوصل في البيوت ده معفي من الضريبه على القيمه المضافه، دي حته حاجه مهمه جدا بتمس المواطنين. المنتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعيه معفيه من الضريبه على القيمه المضافه. الذهب كمان معفي من الضريبه على القيمه المضافه، وهنا الذهب والفضه طبعا والامور المرتبطه بيها ده معفيه من ضريبه القيمه المضافه. خلينا في الحته دي اتكلم واقول ان احيانا انت حضرتك بتروح تشتري خاتم ذهب او بتشتري سلسلة او بتشتري شبكة او اي حاجة، بتلاقي التاجر الذهب بيحط لك 14% قيمة مضافة. طب هل هو هنا ال 14% اللي بيحطها على ثمن الذهب ولا بيحطها على اجمالي الفاتورة؟ لا، صحيح القانون هو ان بنحط ال 14% على ايه يا فندم؟ على المصنعيه اللي هو مفروض ان هو دفعها وهو بيشتري يا جماعه بيشتري الذهب ده، وان هو بيرجعها منك كعميل عنده. لكن في خطا بيقع فيه كتير من تجار الذهب، وخطر بيقع فيه كتير من المواطنين، ان احيانا بعض التجار بيحسب ال 14% من اجمالي الفاتوره، وهنا الخطر هنا او الخطا هنا ان الذهب الخام في حد ذاته هو معفي من الضريبه على القيمه المضافه. مش بنتكلم على الذهب بس، احنا بنتكلم على الذهب والفضه. طب ناس كتير جدا بتتكلم معايا عن الكهرباء، هل الكهرباء معفاه من ضريبه القيمه المضافه ولا خاضعه للضريبه على القيمه المضافه؟ هل معفيه ولا خاضعه للضريبه على القيمه المضافه؟ عايزين نتاكد او باكد لحضراتكم ان انتاج ونقل وبيع وتوزيع التيار الكهربي معفي من ضريبه القيمه المضافه. انتاج ونقل وبيع وتوزيع التيار الكهربي ده معفي من الضريبه على القيمه المضافه، كلها امور مرتبطه بالمواطن، بالطاقه اللي بيحصل عليها المواطن، سواء الغاز معفي، سواء الغاز البوتين اللي هو البوتاجاز معفي، الغاز الطبيعي معفي والغاز البوتين معفي، وكمان التيار الكهربي او الكهرباء معفيه من الضريبه على القيمه المضافه. مش كده وبس، ده كمان بقايات والنفايات
الخاصه بصناعات الاغذيه والحاجات دي معفيه من ضريبه القيمه المضافه، وبيع وتاجير الاراضي والفضاء والاراضي الخاصه بالوحدات الزراعيه والوحدات السكنيه وغير السكنيه معفاه من ضريبه القيمه المضافه، الا طبعا حاجه واحده اللي هي الوحدات المرتبطه او ذات صله بالعملاء، هي اللي في الحال اللي زي كده بتخضع للضريبه على القيمه المضافه وبتخضع بقيمه او بسعر 10% من 10% من القيمه البيعيه او من القيمه الايجاريه، لكن خلاف كده كل الوحدات كل الاراضي الفضاء كل الاراضي الزراعيه بيعها وتاجيرها ده بيعتبر بالنسبه لي معفي. لما نيجي نتكلم على شق تاني وهو الشق الخاص بخدمات واستزراع واستنبات ورعاية الأراضي والمحاصيل وتوريد العمالة الزراعية، ده برضو من الأمور المرتبطة بالحاجات المعفية الخاصة بالأرض وطبيعة الأرض والمنتجات الخاصة بزراعة ورعاية الأرض، دي معفية من الضريبة على القيمة المضافة. لما نيجي ننتقل إلى مجموعة تانية أو المجموعة الأخيرة اللي هي الخاصة بالخدمات المالية والخدمات المصرفية، اللي هي الأمور المرتبطة بالطوابع البريد والمالية، دي طوابع دي تم إعفائها. النقود الورقية اللي هي الفلوس المتداولة تم إعفائها، وهكذا العملات المعدنية والعملات التذكارية وكل ده تم إعفائه. لما حضرتك بتقوم بعملية مصرفية، يعني حضرتك بتعمل إيداع في البنك أو تسحب فلوس من بنك أو عن طريق مثلا أبليكيشن معين، ده معفي من ضريبة القيمة المضافة، بس بشرط إن الأعمال المصرفية تكون تحت إشراف البنك المركزي، تمام كده؟ لازم يبقى الخدمات المالية دي تبقى تحت إشراف البنك المركزي. برضه بنتكلم في بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك، دي معفية برضه من الضريبة. مش كده وبس، دي الخدمات اللي بتقدم من خلال صندوق التوفير أو سوري من خدمات صندوق التوفير اللي بتقدمها مكاتب البريد المصرفية، دي معفية من ضريبة القيمة المضافة. خدمات التأمين وإعادة التأمين برضو دي معفاة، اللي هي أقساط التأمين والتعويضات اللي بتصرفها شركات التأمين، دي معفاة من ضريبة القيمة المضافة. الخدمات المالية الغير مصرفية، تمام، الخاضعة لإشراف هيئة العامة للرقابة المالية، دي برضو معفية من القيمة المضافة. كان في عندي الخدمات الإعلانية دي حضراتكم كانت معفاة، لكن في قانون 3 بدأنا نخضعها تاني للضريبة على القيمة المضافة، وفي نفس الوقت تم إعفائها من قانون ضريبة الدمغة، وده طبعا في الشق الأول كان لصالح المستثمر. ليه؟ لأن لما كنا عافيناها من ضريبة القيمة المضافة فكان ما بيعرفش يخصم المدخلات بتاعته، تمام كده، وفي نفس الوقت ما كانش وكان بيبيعها ب 20% ضريبة دمغة، لكن لما خضعناها القيمة المضافة وعفيناها من الدمغة فأصبح بيبيع ب 14، فالمدخلات بتاعته بيعرف يخصمها، وفي نفس الوقت بدأ يبيع الخدمة الإعلانية ب 14 بدل ما كان بيبيعها ب 20، فتحملت التكلفة بشكل أقل على المشتري، وفي نفس الوقت برضه المشتري هيقدر يستفيد من الموضوع ده، إن هو هيعمل إيه يا جماعة؟ إن هو هيروح ويبتدي يشتغل على الجزئية الخاصة بالايه بان هو هيبتدي يتعامل وهيبتدي يشتغل على ان هو يبيع بالسعر المحايد. ده حضراتكم الجزئية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة والسلع والخدمات المعفاة او التي تم اعفائها خلال القانون 67 لسنة 2016، وبرضه في نفس الوقت خلال قانون 3 لسنة 2022. احنا كده تم عفينا كل الامور المرتبطة بالقانون. ان شاء الله بإذن الله تعالى هنبتدي نكمل معاكم لقاءات اخرى، اللقاءات الاخرى دي هيتم التداول فيها اكتر من بند او اكتر من طريقة للتعامل مع المنظومات المختلفة في القوانين
القوانين المختلفة وأنواع مختلفة من الضرائب. أنا الحمد لله رب العالمين كده أنا غطيت السلع والخدمات الموفاة. المفروض بقى حضرتك كمستثمر أو كمواطن إنك أنت بتطلع على الخدمات الموفاة دي حضرتك وتبدأ تشوفها وتبدأ تشوف وتتابع أي حد بيشتري بسلعة أو خدمة معفية، فهو المفروض ان هو يبلغنا في مصلحة الضرائب على 16395 ان في حد بيبيع بسلعة او خدمة معفاة وبيحمل عليها الضريبة، ويبلغ شكوى على التاجر ده او على المتجر ده، وفي نفس الوقت ان هو احنا هنبتدي وفي نفس الوقت ان هو بيحمي نفسه وبيحمي بقية المواطنين من التربح من وراء الضريبة. وانت حضرتك كمستثمر او بتفكر ان انت تفتح شركة، يجوز ليك انك انت تبتدي تشتغل في سلع او خدمية من الخدمات المعفاة، فبالتالي مش تتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة او احكام القانون 67. او لو حضرتك اشتغلت في سلع خضع او سلع معفيه بتبتدي تتعامل في فكره المنظوم. في بعض المشاكل او بعض الاراء او بعض الافكار الخاصه بالمسجلين اللي في الوقت الحالي بيشتغلوا في المعفي، يجي يقول لي ايه، انا مثلا شركه بشتغل في سلعه وخدمه معفيه، مطالب ان انا اسجل ولا مش مطالب ان انا اسجل؟ لا حضرتك مش مطالب ان انت تسجل في الضريبه على القيمه المضافه ما دام ان انت بتشتغل في نوع واحد هو سلعه او خدمه معفيه. طب لو حضرتك بتشتغل في سلعه وخدمه معفيه وسلعه وخدمه خاضعه، يعني مثلا زي صيدليه مثلا عندها الدواء معفي لكن عندها جنب الدواء مثلا بتبيع مثلا مثلا شامبو او بتبيع مثلا بيرفيوم او مثلا بتبيع مثلا امور اخرى، والحاجات التانيه دي خاضعه للضريبه. يبقى في الحال زي كده هو مبيعاته من الدواء بتتجمع على مبيعاته من الاصناف الاخرى، ويكون مثلا لو تجاوزت ال 500,000 عليه ان هو يسجل في ضريبه القيمه المضافه. طب هو سجل في ضريبه القيمه المضافه، لما بيجي بقى يصدر فاتوره بيخضع الاثنين؟ لا مش بيخضع الاثنين، بيخضع الدواء بيبقى معفي وبيخضع الاصناف اللي عليها 14% او عليها اسعار ضريبيه اخرى. طيب يجي لي شركه تيجي تقول لي طيب هل انا واجب عليا ان انا ادرج المبيعات المعفيه بتاعتي ضمن الاقرار الضريبي بتاعي؟ طبعا احنا الحمد لله اتحنا في منظومه الاقرارات الضريبيه ان احنا نبدا نحط لاين للمبيعات الخاضعه ونحط لاين للمبيعات يا جماعه المعفيه، وزي ما احنا عارفين واحنا بنعمل اقرار الضريبه على القيمه المضافه لازم ادرج كل الفواتير بتاعتي سواء الفواتير الخاضعه او الفواتير المعفاه من الضريبه، واوريدي الفواتير المعفاه كده ان شاء الله ممكن او في اللقاء السابق ليا كان على برنامج مسؤول هو وضحت ازاي نبدا نعمل اقرار الضريبي، بنبدا نخلي الداتا نفسها تبدا تروح للجزء المعفي وفي نفس الوقت الداتا الاخرى بتروح للجزء يا جماعه الخاضع. يجي لي شركه تيجي تقول لي طيب يا فندم انا مبيعاتي سلعه مبيعاتي معفيه وفي جزء من مبيعاتي معفيه وفي جزء من مبيعاتي خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، والمشتريات بتاعتي اللي أنا بشتريها في جزء منها بيخش للخاضع وفي جزء منها بيخش للمعفي، هل ينفع أخصم المشتريات بتاعتي كلها؟ طبعا الإجابة هنا إجابة لا غلط، ما ينفعش، أنت بتخصم بس بما قيمة المبيعات اللي يا جماعة الخاضعة. يعني ايه؟ يعني مثلا انت مشترياتك مثلا ب 1000 جنيه، مثلا ال 1000 جنيه دي مثلا 600 جنيه اشتغلت فيهم في جزء خاضع، و 400 جنيه مثلا في جزء يا فندم معفي، يبقى اللي هيتخصم بس في الجزء الخاضع ومش هيتخصم الجزء الايه؟ المعفي، لان احنا عندنا في قانون الضريبة على القيمة المضافة لما حضرتك بتدرج الاقرار بتاعك اقرار ضريبة القيمة المضافة ما بينفعش تخصم الا الاصناف اللي بيكون عليها فقط 14% هي فقط الجزء اللي بيبقى ينفع يتخصم، اما الجزء الثاني ما بينفعش يا جماعه ما بينفعش يتخصم.
تمام كده. سامحوني بقى النهارده مش هعرف ارد على الاسئله الخاصه بحضراتكم، نظرا لان مش معايا وسائل مساعده اعرف منه الاسئله لحضراتكم كانت موجوده على الشات. لكن في نهايه اللقاء بشكر حضراتكم جدا على الحضور، وبشكر الاساتذه الافاضل اللي ساعدونا ان احنا نكون مع حضراتكم في برنامج النهارده مسؤول على الهواء، وبشكر وحده الاعلام وطبعا كل القائمين على العمل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.